يحكى أنه كان هناك شاب زاهد متعبد يرتدي ثياب الزاهدين من ثوب أبيض وعمامة خضراء وغيرها، وكان هذا الشاب هو الذي يعيل أمه وإخوانه بعد وفاة والده. وفي يوم من الأيام ضاقت في وجهه سبل العيش ولم يجد عملا أو أي شيء يرتزق منه. وبينما يتمشى في أحد الأيام في سوق البلدة والحزن يخيم عليه وعلامات اليأس والقنوط ترتسم على وجهه، رآه شخص من معارفه وسأله: ما الذي بك يا فلان؟ أراك على غير عادتك. فأخبره عن حاله وعن الوضع المادي الصعب الذي يعيشه، فقال له: اعمل يا أخي في صنعة أبيك وتوكل على الله. ولما كان الشاب لا يعرف ما هي صنعة أبيه لأن والده مات وهم صغار، توجه إلى أمه وسألها قائلا: ماذا كان أبي يعمل يا أمي؟ وما هي صنعته؟ فتغير وجه الأم وأصابها شيء من الوجوم وقالت بشيء من اللامبالاة: كان أبوك يعمل في التجارة، يشتري ويبيع ويربح ويرتزق من ذلك. غير أن الشاب لم يقتنع بهذا الكلام، فقال لأمه: والله إن لم تخبريني عن صنعة أبي لأتركن هذا البيت ولن أعود إليه مرة أخرى. ولما رأت الأم الإصرار في نظرات ابنها وفي نظرات عينيه وأيقنت أنه يعني ما يقول، تنهدت وهي تقول: وماذا كان يصنع أبوك يا بني؟ كان لصا يحمل عتلة ونبوتا، وهذه هي أدوات صنعته، فيفتح أبواب الناس خلسة في الليل ويضرب بالنبوت من يجيء في وجهه من الناس. لقد قضى أبوك أكثر أيام حياته هائما على وجهه في الجبال مطاردا من الناس ومن الحكومة، وقضى بقية أيامه في السجون، وكنت لا أراه في السنة إلا لأيام قليلة. صدقني يا بني، إني كنت أتمنى له الموت حتى يريحني ويريح نفسه. وسكتت الأم بعد أن أفرغت ما لديها من كلام طالما كتمته ولم تصرح به، ولكن ندمعات خفيفة كانت تتدحرج من مقلتيها. أما الشاب فذهب إلى السوق واشترى عتلة ونبوتا، وقرر أن يشتغل في صنعة أبيه. وبعد منتصف الليل صار لوحده يحمل أدواته المذكورة حتى وصل إلى قرية مجاورة، وكان الظلام حالكا والليلة غير مقمرة مما يسهل مثل هذه الأعمال. وتوجه إلى أول بيت صادفه في طرف البلدة، وبالعتلة الحديدية فتح الباب بخفة ورشاقة دون أن يحدث صوتا أو ضجة، ونظر داخل الغرفة وإذا برجل وامرأة ينامان على سريرهما، فأغلق الباب وقال: أعوذ بالله من أعمال الشيطان. وأخذ يلوم نفسه ويقول: من أعطاني الحق في فتح بيوت الناس وكشف أسرارهم وعوراتهم؟ ثم ترك البيت وذهب للبيت المجاور، وبخفة ورشاقة فعل به كما فعل بالبيت الأول، وإذا بفتاة وحيدة تنام على سريرها، فتعوذ بالله من الشيطان مرة أخرى وأغلق الباب، وقال لنفسه: إن هذه الأعمال التي أقوم بها هي أعمال لا يرضاها الله. فترك هذا البيت وسار إلى البيت الذي يجاوره، وفتح بابه بعتلته كما فتح سابقيه، ونظر داخله وإذا به يرى بعض الجرار، فقال: الآن أصبح الوضع أحسن مما كان عليه في الأول. ثم دخل وفتح جرة من هذه الجرار وإذا بها مليئة بالقطع الذهبية والنقدية، وفتح بقية الجرار ونظر داخلها وإذا بها مثل الجرة الأولى، فقال لنفسه: إن هذا المال له أصحاب ادخروه ووفروه وتعبوا من أجله، فمن أعطاني الحق في سرقته؟ والله لن أسرقه، ولكنني سأخذ منه الزكاة وأخذ منه العشر،
فأشعل سراجا كان هناك وأفرغ واحدة من هذه الجرار، وبدأ يعد ويخرج 9 قطع ويضعها في ناحية، ويضع قطعة واحدة في ناحية أخرى، وبقي على هذه الحال يعد 9 هنا وواحدة هناك. أذن مؤذن البلدة لصلاة الفجر، فترك العد وفرش عباءته وأخذ يصلي الفجر. ومر الناس إلى المسجد فرأوا البيت مفتوحا والسراج مضيئا، فتنافروا وأتوا بعصيهم وتحلقوا حول الرجل، ولكن عندما رأوه يصلي تركوه حتى يكمل صلاته. وبعد أن فرغ من الصلاة أحاطوا به وقالوا له: ما الذي تعمله هنا؟ وكيف تفتح بيوت الناس وتأخذ أموالهم؟ وما الذي تعمله في هذا المال حتى جعلته كومين؟ فقال لهم: اتركوني وسأخبركم بالحقيقة. ثم سرد عليهم قصته كاملة. فقال أحدهم، وكان أكثر الناس لغطا: أما البيت الأول الذي فتحته ورأيت به الرجل والمرأة وسترتهم وأغلقت عليهم الباب، فهذا بيتي، والرجل الذي رأيته هو أنا، والمرأة زوجتي. أما البيت الثاني الذي فتحته ورأيت به الفتاة وسترتها وأغلقت عليه الباب، فهذا بيتي أيضا، والفتاة هي ابنتي الوحيدة. أما البيت الثالث الذي به المال وهو هذا البيت، والذي لم ترضى أن تسرق منه المال بل اكتفيت منه بالزكاة، فهو بيتي أيضا وهذا مالي. ولأنك شاب مؤمن وتقي فقد زوجتك ابنتي الوحيدة وقاسمتك في مال هذا، وأعطيتك بيتا من هذه البيوت تعيش فيه مع زوجتك. فخر الشاب راكعا لله يشكره ويحمد فضله على أن هداه وأبعد عنه إغواء الشيطان، ثم ذهب إلى بلده وأتى بأمه وإخوانه ليعيشوا معه في هذا العز الذي لم يكن يحلم به.